القرع كله مبني في إطار الدستور الحالي. إحنا عندنا بطبيعة الحال عندنا واقع سياسي لتجعل بأن الحكومات هي تكون مكونة من واحد العدد ديال الأحزاب. تنعتبروا إلى كانت واحد عبر هذا التقرير أو عبر الميثاق الوطني من حل من أجل التنمية كانت واحد الأرضية مشتركة. هذا يمكن يساعد باش يجعل أي ائتلاف حكومي زعما كان تكون عنده واحد الأرضية اللي يمكن ماشي ما يبقاش داك الصراعات ديال شكون دار وشكون ربح وشكون خسر وشكون نترفعوا على هذا الجانب باش نهتموا واللي هو أهم هو بالسياسات العمومية والتنفيذ ديالها والأثر ديالها على المواطنين. راه أي ديمقراطية تتبنى أيضا على نجاعة تنفيذ السياسات، لأن في الأخير هذا هو الهدف من هذا المكان المؤسسة. ولهذا احنا اقتراح ديال الآلية ديال التتبع والتحفيز هي آلية اللي تتهتم، انطلقنا بأن إلى لاحظتوا في المعيقات اللي احنا شغالها كاين أولا موضوع ديال الانسجام، واعتبرنا بأن هذا الانسجام خصو يكون أولا داخل الحكومة، وهناك داخل التقرير إلى دخلتوا في التفاصيل ديال التقرير كاين آليات داخل الحكومة اللي تساعد باش نرفعوا من هذا الانسجام ما بين كل الأطراف. ثانيا تنعتبروا بأن هذه السياسات خصها تكون أيضا جانب استراتيجي ديالها تجعلها تكون على واحد الأمد اللي هو طويل، وتجعل بأن إذا كان هناك آليات اللي في دلافي أو فات الحضر أو المتابعة غير باش تشوف واش تيكون واحد البرنامج جديد مع الأطراف المعنية تقول ها كيفاش هذا البرنامج، ها فين كاين التقائية مع الرؤية المشتركة، ها فين النقط اللي يمكن إلا كان اجتهاد أو كان تكميل أو كان سميتو. هذه متجيش عوض المؤسسات، ما تتقررش في عوض المؤسسات، ممكنش تقرر في عوض المؤسسات لأن واحد الدستور اللي هو واضح. تجيك مساعدة باش نخلقوا الإطار المناسب باش هاد التناسق ما بين السياسات يمكن يتم. إذن هذا الموضوع ديال التناسق، الموضوع ديال المتابعة، لأن أنتو ما بين المعيقات اللي جات كاين كيفاش تنفعلوا واحد العدد وكيفاش التأثير ديالها على المواطنين، الموضوع ديال كيفاش ندفعوا بعض الأوراش اللي هي استراتيجية. واحد العدد ديال الأوراش هي ماشي على مدة ديال 4 سنين ولا ديال 5 سنين، ولا هي يمكن خصها تبنى على 10 سنين ولا على أكثر. كيفاش يمكننا يكون تتبع ديال هاد الأوراش في إطار هاد الميثاق الوطني، وهذا هو هذه التركيبة حنا اللي تنقترحوا واللي تنعتبروا من يمكن لها تساعد باش ترفع من المسؤولية ديال الأطراف. الحكومة عندها مسؤوليتها خصها تقوم بها، أحزاب عندها دورها خصهم يقوموا به، المجتمع المدني عنده الدور ديالو خصو يقوم به، القطاع الخاص كذلك، ولكن في هذا الإطار ديال التناسق ما بين كل الأطراف. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.